العافية شيف مازن. وصلنا هلا لهيدي فرصتك ولنعرف أكثر أيمتى الواحد بيقول خلص بدي غير شغل. تمام، بدي أذكركم لكل من خلال طبعا برايم جوب تقدروا تعرفوا أكثر عن كل هول الوظائف، تاخذوا أفكار أكثر. أما هلا أنا في حديث رح نحكي أنا وتارا، ورح يكون هذا الموضوع عن الأشخاص اللي بيوصلوا لمرحلة بيقولوا رح نوقف، ما بقى فينا نكفي بهذا الشغل لعدة أسباب. شو هن الساينز أم يمكن الإشارات اللي بتقول للإنسان لازم تغير شغلك؟ غلطة ورح نجرب نفسر شو الواحد فيه يعمل. هي هذه شغلة بكل الحياة عادة، إنه بالشغل وبرا الشغل وقت الإنسان بيعمل منيح مع حدا، مع إنه يمكن مش ناطر إنه يقول إنه ميرسي، بس إنه بتعطي الإنسان يمكن بوش أكثر أو هيك مثل دفع إنه يكفي بشغله. أوف كورس بالإنجلش أنا ما بعرف هاي الترجمة بيقولها، بياخذ غير بروجكت يشوف إذا فيه شغل. بروجي ثاني يكون فيه أكثر منتج و أكثر بدنا نحكي فيها كمان هونيك personal relations من هذا السبب هو إذا الشركة كان ما حنوي يقدر يجيب ستوب وخليني أترك. إيه هاي ما إلها تراي، هذا مش إنه بندم بعدين أو ما بندم تروب يعني. إيه هاي ما في لانش كشوف بين بالشركة فأكيد واضحة بتكون يعني بتكون وبيبطل يمكن عنده يمكن سيلف كونفيدنس أو ثقة بحاله أنا قادر أعمل أو أوصل. أوكي شو عنا بعد كمان؟ بعد مثل في تي وخيلي يقول مثلا انا اشتغلت سنتين بهذه الشركه لازم اني اترك ولا مخص؟ لا هو مخص بتكون نفس الشركه لانه دفنك بهالشيء ليه الواحد لازم يضل بالشركه؟ فاذا هون بيكون عنده مشكله انه هو بطل يمكن عم يكون عنده ساتسفاكشن او بطل النتيجه كثير بشعه وكثير سلبيه، فانه لازم الواحد من الاساس ينطلق من فكره انه حابب شغله وبعد بده يعطي او عن جد يترك الشغل. واخذ بطل فيني اشتغل. ذكرتيني بأول حلقة عن جد وقتها كنت عم بتعرفي العالم أو بتخبريهم إنه كيف فيهم يعملوا ريزومي. اكزاكتلي. اوكي لأنه عم يبلشوا بالشغل يفوتوا على الشغل، خلصوا جامعة بدهم يعملوا سي في، بدهم كثير قصص يعني. كثير قصص. بدي أتشكرك تارا، وكمان بدي أذكر إنه تيكل ماي برين هي اللي بتقدم هيك نوع من أنا بدي أتشكرك تارا، وكثير حلوين اليوم المعلومات. قلتي لي الموضوع الجاي نهار الأحد شو رح يكون؟ إنه بس انا عم بحكي بطريقه نيجاتيف، عم بحكي بطريقه كاميرا بوزيتيف. انا بدي اشكرك مره ثانيه تارا. رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني، من بعدها على المطبخ ورشه ملح، وكمان ما تنسوا في عنا موهبه رح تعرفوا عليها اكثر بجيل توك. انت بتحب تشرب قهوه؟ لا بتتعلم على الرقص، عندك خمس بالبيت بتعرف كيف بيقصوا صح، لانه هلا كنت عم تبهدلنا اول ما طلعت على الهواء من بعد ما كنت بالاخر يعني. ما انا معود على رقص الشرب. بغنجني اكثر يعني، كان هي بس شم الريحه كون انا عم بنهار كنت هيك دغري